الزيارة نحب رسالة إلى كل التونسيين والتونسيات وكل العالم بأننا لن نفرط في هذه الأملاك المصادرة لمن يريد أن يصادر تاريخنا. الحمد لله الحمد لله. سلام. قاعة أرشيف، ماذا بين ندخل الأرشيف؟ الأرشيف هاو تحت الأرشيف. لابد من رقمنته معناها أكيد باش ما تضيعش. هذا المشروع الكبير تاعنا هو رقمنة الأرشيف. يعني كل من العدد الأول مجلدات كل موجودة.